وبمضات إشهارية وترويجية مغرية عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والإنستغرام، ترمي إلى تكفلها بالدعوة الدراسية المجانية، ضمان الحصول على التأشيرة المرافقة في مطار هواري بومدين الدولي، الاستقبال بمطار دولة الوجهة، التسجيل بالجامعة، مصاريف الجامعة، التأمين الصحي، المساعدة في الحصول على بطاقة الإقامة، ترجمة الوثائق، توفير السكن الجامعي بأوكرانيا، والمساعدة في الحصول على السكن في تركيا وروسيا، والتسجيل في خدمة الهجرة.